قيسو اسكاساس الاهم هو تحقيق الفوز في مستاهل المشوار المؤهل لكأس العالم. راح نتكلم يا شباب بشكل سريع عن المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد نهاية مباراة منتخبنا الوطني امام عمان ليلة امس. تابع الفيديو للنهاية حتى تفهم كل شيء ما قاله مدربنا قيسو اسكاساس في المؤتمر الصحفي بعد نهاية المباراة. السلام عليكم حبايب قلب، انا رضا حبيب، حياكم الله. عقد المؤتمر الصحفي لمدرب المنتخب الوطني قيسوس كاساس بعد نهاية مباراة منتخبنا الوطني ونظيره العمان التي انتهت بفوز منتخبنا بهدف مقابل لا شيء والتي احتضنها ملعب البصرة الدولي مساء أمس الخميس ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026. وقال كاساس في المؤتمر الصحفي بكل تأكيد الأهم هو الثلاث نقاط، لم نمتلك الكرة كثيرا والعامل البدني كان سببا في ذلك، وعموما دائما المباراة الأولى ليست سهلة وشاهدنا منتخبات مثل استراليا وقطر وكوريا الجنوبية تعثرت في البداية، وبكل الأحوال هاي مجرد ثلاث نقاط من مباراة واحدة ولدينا تسع مباريات متبقية، علينا التفكير في كل واحدة بشكل منفصل. وأضاف كاساس المتبقي لدينا أربعة أيام هي الفاصلة عن مواجهة الكويت وهي ليست كافية للتأثير على لاعبين من أجل إجراء تغيير في العامل البدني، لكننا نملك 26 لاعبا لدينا بدائل لتعويض الآخرين الذين أصابهم الإرهاق من مباراة عمان. وعن إصابة اللاعب أيمن حسين رجل المباراة الذي غاب في المؤتمر الصحفي ليلة أمس، لا نملك التفاصيل عن إصابة أيمن حتى الآن كونه تم نقله مباشرة إلى المستشفى وإجراء عمل جراحي للاعب. واختتم حديثه كاساس دائما أشعر بالفخر عندما نلعب في البصرة حيث تقدم الجماهير لنا الدعم والإسناد والجماهير أدت ما عليها في مباراة عمان. هذا كان يا شباب المؤتمر الصحفي وكلام مدربنا قيسوس كاساس بعد نهاية مباراة عمان ومنتخبنا الوطني التي انتهت بفوز منتخبنا الوطني بهدف مقابل لا شيء. وبهذا الهدف يا شباب منتخبنا الوطني يتصدر مجموعته عن بقية المنتخبات التي انهت مبارياتها بالتعادل الايجابي وايضا بالتعادل السلبي. منتخبنا الان يا شباب متصدر للمجموعة بكل جدارة واستحقاق، ونتمنى ايضا معاودة الفوز على منتخب الكويت لتحقيق العلامة الكاملة بالجولة الاولى والثانية، ونكون متصدرين لحين بدء الجولة الثالثة والرابعة، حتكون حافز ودعم للاعبينا ان شاء الله تقديم الافضل، لان الجولة الثالثة والرابعة ايضا قوية جدا يا شباب، ماكو فريق ضعيف وماكو فريق قوي، الكل سواسية والكل واحد يقدر على الثاني، واضح يا شباب؟ اتمنى هذا الشيء تخليوه ببالكم، ماكو شيء انه مع احترامات المنتخب فلسطين ضعيف او منتخب مثل الكويت مع احترامات لهم ضعيف، كل المنتخبات على مستوى عالي جدا ويقدمون كرة قدم احترافية، بس يا شباب لا تغركم المباريات الاولى، واضح؟ بالجولة الثالثة والرابعة راح تنتبهون انه البطل يبقى بطل والصغير يبقى صغير. واضح يا شباب؟ لا تهتمون للمباريات الاولى لانها مباريات بدأت تصفيات وضغط وما حد حافظ لعب الثاني، بس من يلعبون اول مباراه وثاني مباراه لا يا حبيبي، من ثالث مباراه وفوق راح تشوفون انه اللي يصعد كل مره المونديال العالم راح يبين بدائه وجمع نقاطه بشكل خيالي جدا، وانا يعني طبعا اقصد يابان، ايران، كوريا الجنوبيه، السعوديه، هاي الدول يعني اللي كل مره من الجوله الثالثه والرابعه واللي فوق يأدون مباريات جميله جدا وتحقيق قفزه لمونديال العالم. هيا حبايب قلب مختصر مفيد للي صار باول مباراه بالتصفيات المؤهله لكاس العالم الخاصه بقاره اسيا. المهم يا شباب احنا نتمنى من منتخبنا الوطني تعديل اخطاء اللي صارت بمباراه عمان، احنا فزنا صح بس عندنا اخطاء ولازم نعدلها حتى نظهر بافضل اداء بالكويت ونحقق النتيجه الثانيه على التوالي حتى نصدر مثل ما قلت لكم نهرب بالصدارة من الجولة الثانية لحين بدأت الجولة الثالثة والرابعة، لأن الثالثة والرابعة أيضا قويات ويراد أن نكون نقدم بهن أفضل ما عندنا حتى نثبت أن العراق جاهز لصعود مونديال 2026. طبعا بالتوفيق المنتخب الوطني العراقي يا شباب. اكو تنويه يا شباب حبيت انوه لكم، منتخبنا العراقي حسب الانباء والمصدر يا شباب اللي تواصلنا وياه منتخبنا الوطني راح يبقى بالبصره ليوم غد ان شاء الله سبت، وبعدها يغادر الى الكويت لاجراء وحدتين تدريبيه والدخول في المباراه يوم الثلاثاء القادم. واضح يا شباب؟ اتمنى صارت عندكم هاي الفكره او هاي المعلومه. منتخبنا مساء اليوم راح يجرى عمليه استشفائيه من المباراه، وباكر ان شاء الله راح يكون السفر لدوله الكويت. طبعا المسافه يا شباب مو بعيده، فبالتوفيق ان شاء الله منتخبنا الوطني مثل ما قلت لكم بالفيديو السابق أيمن إن شاء الله راح يعود لنا بسلامة، ولحد الآن ما نعرف كم يوم أو كم أسبوع أو كم شهر أيمن حسين راح يغيب عن الملعب،
بس البديل ان شاء الله موجود عندنا الحمادي وميمي ما راح يقصرون نهائيا ومنتخبنا الوطني العراق وكلهم على مستوى عالي جدا وهي ايضا فرصه للحمادي حتى يثبت بقائه بمنتخبنا الوطني ويثبت انه هو بديل ناجح لايمن حسين. علاوي يقدم مباريات كبيره بالدوري الانجليزي رغم قله الدقائق اللي يلعبها وراح يجيب منتخبنا الوطني. انا متاكد الحمادي امام الكويت راح يلعب بشكل اساسي، فنتمنى استغلال هاي المباراه والتسجيل حتى تثبت انت بديل ناجح للاعب ايمن حسين، وايضا نثبت لجميع الدول ولجميع المنتخبات ان منتخبنا ما راح يتوقف على لاعب او لاعبين. مع احتراماتي لهم، الكل مستوى واحد والكل سواسيه والكل موهوبين بداخل منتخبنا الوطني العراقي. هاي كل اخبارنا المهمه يا شباب لهذا اليوم. اتمنى اذا اول مره تشوفني تشترك بالقناه وتدعمني باللايك تجعلني نستمر اكثر واكثر. اشوفكم في فيديو خبر جديد، مع السلامه.